السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف تطبيقات للذكاء الاصطناعي. عندنا مثلا الذكاء الاصطناعي الأول كان موضوع الشطرنج، تمام؟ كان تحدي هو الذكاء الاصطناعي إن الكمبيوتر يغلب حد بيلعب شطرنج. وكاسباروف لعب قدام 32 كمبيوتر وغلبهم، يعني يلعب قدام ده حركة وبعد كده حركة ده حركة. ليه؟ لانها كانت مبرمجه بالطريقه التقليديه، لو حصل كذا تحصل كذا. لكن اي بي ام راحت عامله بقى حاجه بالذكاء الاصطناعي، وبيتعلم في التعلم الالي، بيتعلم من كاسبروف، بيتعلم من كل حركه بيتحركها. لما يلعب حركه بيشوف هي صح ولا غلط، وهل فادت ولا ما فادتوش، فقدر ان هو يتغلب على كاسبروف. فما اصبحش ده هو ده الذكاء الاصطناعي بقى عادي، يعني مش هو ده التحدي. احنا بندور على التحدي. ففي لعبة كان بيقولوا إن عدد الحركات المتاحة فيها، تمام، قد عدد ذرات الكون، حاجة رهيبة جدا، ويعني ما تقدرش تبرمج كل الحركات اللي فيها، تمام. فكانت اللعبة اسمها، هي اللعبة الصينية دي اسمها جو على ما أعتقد. بينما هنا مثلا في الشطرنج بيبقى عندك 16 قطعة و16 قطعة، هنا عندك مش عارف حاجة و80 قطعة، وهنا حاجة و80 قطعة، وكل واحدة قدامها حركات كتير جدا. لعبة صعبة جدا، ولعبة يعني المبرمجين نفسهم ما يقدروش يقعدوا يحطوا كل الاحتمالات والحاجات دي كلها، لكن من خلال الذكاء الاصطناعي كانوا بيسيبوه هو يلعب نفسه بنفسه، يسيبوه هو يتفرج على المباريات، يبدا يتعلم منها. فاصبح في طفره جامده جدا، وقدر ان هو يتغلب على بطل العالم في اللعبه دي، جوجل الفا جو. ده كان حاجه رهيبه جدا، ان خلاص يعني في تطور جامد في الذكاء الاصطناعي. والاثنين دول حتى الان هو ذكاء صناعي ضيق. ليه ضايق؟ لان هو متخصص في حاجه واحده، يعني هو بيتبرمج ان هو بيلعب حاجه واحده. بعد كده بداوا ايه، يعملوا التعلم العميق، ان انا هديله اللعبه وهو يبدا يتعلم مع نفسه، في ان هو يقعد يجرب كذا مره لحد ما هو يقدر يتعلم من نفسه. يعني في اللي هو ايه، reinforcement learning، بديله ان هو يغلط ويلاقي نفسه خسر نقط فما يعملش الحركه دي تاني، وهكذا. فبدأ ان هو يبدأ يتعلم العاب مع نفسه احنا ما بنبرمجوش عليها، بس فهمناه الخوارزمية بتاعت الصواب والعقاب. في كذا روبوت موجود، زي مثلا اي بي ام وستون عاملة روبوت بيبدأ ان هو تطلب منه حاجات في البيت. في سيري اللي هو موجود في التليفونات بتاعت الموبايل. في تطبيقات كتير جدا على الموبايل، انا اندرويد سطب كذا حاجة، طول الوقت بتقعد تتكلم معاها وتدردش، ويعني اصبح حياه. يعني في فيلم اسمه هير، شخص بيعتقد ان اللي بيتكلمه شخص حقيقي من كتر ما بتسد معاه في الجواب وتتكلم معاه في كل حاجه. لكن هي فعلا هي يعني بتحط نفسها مكان الشخص اللي بتتكلم. يعني انت لما بتكلم مع ذكاء صناعي، عندك اولاد؟ عندي اتنين. هو بيشوف المحادثات ويبدا يشوف ايه الناس بتتكلم في ايه. انت المفروض لما تساله هل انت شخص عاقل، لازم اقول هو شخص عاقل، لان انت مش هتجيب الكرسي وتساله انت شخص عاقل ولا لا. هل انت ليك انسان حقيقي؟ انا انسان حقيقي، لان انت مش تسال انسان افتراضي، وهكذا. ف سيري. وفي تطبيق برضو في الاندرويد نفس الفكره، مجرد بس بتدوس على زرار في النص يبدا يشتغل معاك جوجل اسيستنت ويبدا يتناقش معاك. الجميل ان هو في كام شخص بيستخدم التطبيق دوت، قول 500 مليون. مع كل واحد من 500 مليون بيتكلم معاه، هو بيطور نفسه بنفسه، فبيوصل يوميا بيتطور، وبيتطور من ناحيتين. يعني المعلومه او الكلام بتاعك بيبقى شخص ليك، يعني خلاص هو عارف ان اسمك كذا، وعارف ان انت بتحب كذا، والحاجات دي كلها ده مرتبط بك انت. وبرده على العالم كله بيبدا يجمع، لما المعلومات بتكرر كتير يبقى دي خلاص دي ثابته. فبيتطور كتليفون، يعني خلاص هو عارف ان عمر بيحب كذا، عمر مثلا بيحب الحاجات العاطفيه، او بيحب الحاجات الاكشن، او بيحب كذا، فبيبدا ان هو يظبط نفسه على الحاجات اللي انت بتحبها. في عندنا سيلف درايفنج كار، اللي هي السيارات ذاتية القيادة، برضو بتعلم. يعني الأول كانوا بيحفظوها ويقعدوا يبرمجوها، ولما تلاقي كذا تعمل كذا، تلاقي كذا تعمل كذا، تلاقي كذا، آلاف الحاجات. لو لقى شوية مية في النص ما تضربش عليهم بيقف. لا، دلوقتي بقى في ذكاء صناعي، ويبدأوا يخلوها تمشي في الشارع، وتبدأ إنها تقابل مشاكل، وتبدأ إنها تتعامل معاها، وكل مرة بتتعلم مع نفسها. ففي تطور كبير جدا في الموضوع. في أمازون إيشو، او في السمارت هوم، وفي كل الشركات اللي شغاله في السمارت هوم عامله تطبيق زي كده. جوجل عامله برضو.
وفي اليكسيا تبع امازون، ان انت بتدخل تتكلم مع البيت، يعني اول ما بتدخل اطفي النور، دي النور، وممكن يعني هو اوتوماتيك بيعرف ايه لو قلتها بنفس الجمله اللي محفظها، لا يفهم يعني اشعل الضوء او نور الضوء او وهكذا، ممكن يتعلم كلمات جديده منك. تمام. لذلك في السيارات اللي هي ذاتيه القياده زي تسلا مثلا، قال لهم في ابديتد بفلوس، تدفع فلوس تاخد الابديتد. ايه الابديتد دوت؟ ده احنا بقى لنا كام سنه عمالين ندرس بعد ما بعنا لكم السياره، فالسياره بقت اكثر امان وتقدر انها تتصرف في المواقف الخطره، ففي ناس وافقت على انها تدفع فلوس مقابل انها تاخد الابديتد، ما دام ده هيساوي امان اكتر. لان انا مش عايز اركب عربيه يكون نسبه الامان فيها 99.9، لا انا عايز 100%، لان ممكن يكون في اطفال موجوده، او انا اقول للعربيه خد مثلا روح دي ابن المدرسه وتعالي، فمحتاج ان انا اكون ضامن كل حاجه موجوده فيها. فبنلاقي في حاجات كتير جدا في الموضوع دوت، زي ايمجنج بروسيسنج، معالجه الصور، الروبوت، الداتا مايننج، وهكذا. مثلا معالجه الصور، ان انت مجرد ترفع صوره يبدا ان هو يتعرف على الاشخاص الموجودين، واكيد 1000000% كلنا تعرضنا ليها. السياره وهي ماشيه بتعالج ما يقارب من جيجا كامله من الداتا طول الوقت. وعندنا الاوبتيكال كاركتر ريدر، ان انت ترفع صوره هو يبدا يقرا الكلام اللي موجود دوت، وممكن يترجمه لك ويحوله لنصوص. عندنا روبوت، الروبوت ممكن فيه حاجه صعبه ان انت تدخل في المكان دوت، هو يقدر ان هو يبرمجها. في مصانع كتيره جدا بدات تعتمد على الروبوت، بدل ما كان شغال فيها 10,000 واحد بقى شغال فيها واحد او اتنين مجرد بس ايه بيتابعوا الموضوع. عندنا المشين ليرنينج، بيبقى فيه برمجه كتيره جدا، من ضمنها مثلا خلينا امازون مثلا، انت اشتريت حاجه هو بيبدا يشوف الناس اللي حواليك اشترت ايه ويبدا يقترح عليك نفس الافكار، بيبدا يعالج كل البيانات. تمام. وبيبدا يشوف ايه البيانات الشاذه وتجنبها. دلوقتي في نظريه اسمها عنق الزجاجه، ان اي معلومات مش مفيده بيرميها، دي نظريه لسه طالعه جديده، ان اي معلومات شاذه مش ماشيه مع الحاجات خلاص تجنبها، عشان تقدر ان انت توصل لخوارزميه تتنبأ بالحاجه، يعني مثلا ده هنا 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 يبقى اللي جاي بعديه هنا وهكذا. دلوقتي في تطبيقات خاصه بالفيديو جيم، ودي كلها حاجات التعلم الالي، هو بيبدا يتعلم مع نفسه، ممكن تبقى انت بتلعب انت وانسان الي بالشخص الحقيقي، ويبدا ان هو يتعلم منكم، ويبدا ان هو يطور البرمجه بتاعته بنفسه. دلوقتي لما حد يبعت لك ايميل، فهو يبدا ان هو يدرسها، ويبدا يقول لك ان هل الايميل دوت سبام ولا مش سبام، من غير ما تاخد بالك هو اوتوماتيك بيصنف من خلال بعض الكلمات، من خلال ان في ناس كتير قالوا على الايميل زي دوت سبام، من خلال ان هو كوبي بيست من ايميل وبيوصل الناس على طول في الفتره ديت. عندنا الرعايه الطبيه، في تطبيقات كتيره جدا بتتابع الحركه بتاعتك، وتتابع الامراض بتاعتك، وتتابع ضغط الدم والسكر وكل حاجه موجوده. في مثلا السمارت ووتش، الساعه الذكيه اهيت. تمام. دي طول الوقت مثلا انا لابسها، فيقول لي مثلا انت نمت كام ساعه، انت مشيت كام خطوه، انت بقالك فتره ما اتحركتش، يلا قوم اتحرك. فدي بتبقى مفيده.